ارتفاع نسبة الفائدة على قروض السكن للنواب المحترمون رحول هيلع، أحمد العموري، محمد بن عطية، الحسين بن لقطو، محمد العرج، محمد أطالب، قجمولة من تأبي، محمد إيد موسى، ومصطفى بن الشاوي من فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. لكم الكلمة سيدنا ابن الكرم. شكرا السيدة الرئيسة، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. بات بالمؤكد ارتفاع معدلات الفائدة على قروض السكن خلال هذه السنة بنسبة لا تقل عن 1%، وهو ما سيؤثر على طلب السكن الاجتماعي من طرف الفئات الاجتماعية، وبالتالي فإن الزيادة في معدلات الفائدة بفعل تدخل البنك المركزي تحت مبررات متعلقة بالتضخم لا ينسجم وروح التدابير التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2008 والهادفة إلى تشجيع إنتاج السكن الاجتماعي وتمويل الاقتصاد الوطني. لذا فسؤال السيد الوزير هي: ما هي تدابير الحكومة لتفادي هذه الزيادة وبالتالي تفادي انعكاساتها السلبية على الفئات الصغرى والمتوسطة؟ شكرا سيدنا ابن محترم. سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا للسادة النواب على ترحيم لهذا السؤال. غي ملك يقول السيد النائب المحترم انه بات من المؤكد، حي لكن شي معطيات يعني مدققة موثوق بها ولا غي يعني اشاعات، لكانت الإشاعات يمكن لا من حقها تكون، لكن الحكومة في هذا المجال تحافظ، لأنه غير النقاش راه كان دار كذلك بيناتنا حول المسألة ديال التضخم والتحكم في التضخم. من بين الأسباب للتحكم في التضخم هو الانعكاسات ديال التضخم اللي كيفوت 2% على باقي القطاعات، وهذه المسألة هذه من بين المسائل اللي الحكومة تحافظ عليها وكتحكم فيها باش ما يكونش تأثير على مجموعة ديال القطاعات بحكم عدم التحكم في التضخم، وعدم التحكم في التضخم كذلك يؤدي إلى الرفع من فوائد أو نسب الفائدة. ملي كنشوفوا نسب الفائدة كيفاش انخفضت، كنشوفوا بأنه مرات من 6.4% في ديسمبر 2006 إلى 5.06 في نوفمبر 2007. إذا نسب الفائدة تنخفض لا ترتفع، وكذلك التدخل ديال الفقاريين، فتح الإمكانيات ديال التمويل ديال 100% لاقتناء السكن. هذه كلها ميكانيزمات وضعتها الدولة وضعتها الحكومة باش تسهل اللجوء إلى السكن بالنسبة للمواطنين بتكلفة أقل ما يمكن، وقلنا بأنه مستوى الاسترداد مخصوش يفوت 1500 درهم بالنسبة للدخل الضعيف والمتوسط. إذن كلها ميكانيزمات تستعمل للمحافظة على الضغط المتعلق بنسب الفائدة أو بنسب التضخم، وكنعتقد بأنه ليس هناك لحد الآن كما كان في علمي كوزير مالية أنه هناك إمكانيات للرفع. بالطبع هناك مناقشة، بالطبع هناك آليات تستعمل لعدم الوصول إلى هذا المستوى، هذا النوع من القرارات في إطار نقاش مفتوح مع البنك المركزي ومع كذلك البنوك الوطنية للمحافظة على نسب الفائدة، لأنه في الواقع نسب الفائدة هي التي تشجع الاستثمار والاستهلاك. الرفع من نسب الاستثمار سيكون له تأثير كذلك على هذه المؤسسات من ناحية ديال قروض الاستثمار ومن ناحية ديال قروض الاستهلاك. إذا كل هذا نتعامل به ونحاول أن نتحكم به قدر المستطاع، ولنا اليقين بأننا سنستمر في هذا الاتجاه. وشكرا. شكرا سيد الوزير. لديكم تعقيب سيد نائب محترم؟ غير سيد الوزير يعني بمعنى آخر أنكم تؤكدون على أنه لن تكون هناك ارتفاع لمعدلات الفائدة بالنسبة للسكن الاجتماعي، وهذا ما نريده من خلال هذا السؤال. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. نشكر السيد الوزير.